اليوم هذه الوقفه التحسيسيه حنا غنسميوها الاجتماع اللي درنا قائمه المستقبليه باش نحسوا الراي العام والمواطن المغربي وانتم كصحافه نحسوكم المشاكل اللي كنعيشوها هذه 10 سنين وحنا كننتظروا باش عندنا واحد من المطلبين اللي كينتظر هذه 10 سنين واللي جددناه شويه اللي هو ملف مطلبي مقبول وغير ما فيه لا مزايدات لحتى شي حاجه اللي هو في صالح المواطن المغربي في صالح صحه المواطن المغربي في صالح الفضاء الصحي اللي هو كينتمي للمنظومه الصحيه المغربيه اللي هو الفضاء الصيدلي لان حنا انتظارات ديالنا كبيره وهذه المهنه ديالنا كتعيش واحد المحنه واحد الازمه اقتصاديه حاده واحد الازمه اقتصاديه كبيره منذ سنوات وكنا كننتظروا من الحكومه الحاليه اللي جات باش تسند لنا وتواكب معنا المشاكل ديالنا وكتبنا مرارا وتكرارا حنا كمركزيه نقابيه للوزاره الوصيه باش تستقبلنا باش تسند لنا وتشوف المشاكل اللي كنعيشوها وتشوف هذا الملف المطلبي كيفاش يمكن نديروه حي الوجود خاصكم تعرفوا بان الفضاء الاول اللي كيلجا ليه وانتم عارفين وكل شيء عارف الفضاء الاول اللي كيلجا ليه والفضاء الاول اللي كيثق فيه المواطن المغربي هو الفضاء الصيدلي هو فضاء صحي واجتماعي وفضاء اقتصادي كيفاش كنقول لك اجتماعي كنواكبوا المشاكل تاع المغاربه ماشي غير المشاكل الصحيه بعض المرات كي عندهم مشاكل اخرى قوانين ولا عندهم محامي ولا عندهم مشكل مع ليداك ولا عندهم كيجيو عندنا وكيجيو لنا وكيسولنا وكيطلبوا منا النصيحه ولادهم كنديروا معاهم التمارين ديالهم بعد النوبات كنديروا لهم لي كريدي هذه ما كتهضروا على البيسريا الصغار اللي كيمشيو المواطنين تبطل عليهم ياخذوا ديك الكارنيات ويحاولوا يساعدوا الناس اللي ما فحالهم خصكم تعرفوا بان في الصيدليه اليوم كنديروا كريديات حنا ما غير ملزوم علينا نديروها ولكن كنديروها لان المواطن مسكين القدره الشرائيه ما تنساوش واحد القضيه المواطن القدره الشرائيه ديالو زادت هبطات كان كياخذ 400 درهم في السنه هذه 10 سنين ما تبدلاتش ويمكن هبطات لانه ما نساوش بان في المنظومه الصحيه المواطن المغربي راه ما كيمشيش غير عند الصيدلي راه كيمشي للطبيب كيمشي يدير التحاليل كيمشي يدير الراديو عاد كيجي عند الصيدلي يعني هي منظومه صحيه وفاش كنبغيو نصلحوا شي حاجه خاص المنظومه ككل تصلح ماشي التقرير الاخير تاع المنظومه التقرير الاخير المجلس الاعلى للحسابات قال لك بان كربحوا شي ارباح فاحشه اللي هذاك مغالطات كبيره غنلخصها لكم بلا ما ندخلوا في التفاصيل الصيدلي كيربح 27% وكتبقى ليه بين 8 و10% كربح نت وخاص تعرفوا بان كاين 12000 صيدليه في المغرب اللي كدير 11 مليار تاع الدرهم الا قسمناها بيناتهم ما كيديروش حتى 800000 درهم كمعدل بين 800000 و900 درهم كمعدل للصيادله وكتخلي لهم ما كاملاش بين 3000 و6000 درهم للصيادله يعني ما تشوفوش غير المدن الكبرى شوفوا الهوامش المدن شوفوا النواحي شوفوا البوادي شوفوا الجبال راه هذوك الناس عايشين ازمه كبيره وازمه اللي حنايا اليوم كصيادله ماشي ضامنين هادشي كلشي راه كاينين الصيادله في المناطق النائيه اللي ما فيها حتى شي مستوصف وحتى شي طبيب وكيلعبوا دور فعال وكيربح لك 3000 4000 درهم اللي كتبقى ليها هل يعقل في دول اخرى اللي كتحترم الناصح اللي المجلس الاعلى للحساب داروا مقارنه معاهم هاد الناس اللي فات البوادي وهذه كتعاونهم الدوله باش يبقاو حالين وكتخلصوا بالدوله باش يمكن لهم يلقاو المواطن كيقول لك بان عندنا نقص في الاطباء ونقص في لي زانفيرمي في المغرب راه عندنا صيدليه لكل 2700 مواطن ومنظمه الصحه العالميه كتقول لك خاص تكون صيدليه لكل 5000 مواطن احنا دائما كنا في جنب المواطن و لا بلو غراند ديمونستراسيون ديال هاد القضيه هي نهار كوفيد اللي توت لا بروفيسيون الى ايتي لا اوفيرت لي فارماسي لو سول سنتر دو سانتي اوفير ا بار لي زوبيتو بوبليك بيان سور tous les médecins privés, toutes les professions de santé privées, ils ont fermé leurs portes, sauf la pharmacie. Elle a été ouverte. وما عزاهم حتى في الصيادله اللي ماتوا اللي توفاو بالكوفيد دونك الصيادله دائما كانوا تقدم للمواطن
وهذه هذا الاضراب ما جاش ضد المواطن، هذا بالعكس. حنا دائما كنطالبوا بتخفيض ثمن دواء تي 3 وتي 4، هما الدواء اللي اكثر غلاء، الدواء اللي كيفوت بعض المرات 20000 40000 50000، بعض المرات كيوصل حتى 90000 درهم. لهذا هو الدواء اللي كي خلي لي كاس دو كومبونساسيون، لي كاس دو سيكوريتي سوسيال ما كيكونش عندهم واحد التوازن مالي. ماشي هو الدواء ديال 100 درهم ولا 50 درهم ولا 40 درهم اللي كنبيعوا الاكثريه ديالو في الصيدليات. دونك حنا المواطن خصو يتفاهمنا، باسكو هذا الاضراب ما جاش حيت ما صبرناش عام ولا عامين، هذا واحد 10 سنين وحنا في التهميش ما نقدروش نصبروا. فإلا بقينا غاديين في هذه الوتيره غادي تزاد الصيدليه مور الصيدليه. الله يبارك فيك، شكرا.